حطام سفينة رومانية قديمة قبلت سواحل إيطاليا. اكتشف علماء الآثار حطام سفينة رومانية قديمة يعود تاريخها إلى ما يقارب 2200 عام في البحر الأبيض المتوسط على عمق 92 متراً، مليئة بالجرار المستخدمة لنقل النبيذ وزيت الزيتون قبالة ساحل باليرمو في صقلية. وأصدرت صقلية بياناً لها أوضح أن الباحثين تمكنوا من توثيق وجود حمولة واضحة من الأنفورة، وهي جرة قديمة ذات مقبضين عموديين كانتا تستخدمان في نقل النبيذ وزيت الزيتون. فقد كانت تجارة النبيذ في صقلية واحدة من أكثر الأنشطة ربحية وانتشاراً لرجال الأعمال في ذلك الوقت. وبشأن هذا الاكتشاف قال لي فيني قائد الحملة والمشرف على البحر في صقلية في البيان أن الاكتشاف يؤكد وجود العديد من البقايا الأثرية في نطاقات قياس الأعماق التي تزيد عن 50 إلى 80 متراً، مما يحفزنا على مواصلة بحثنا في أعماق البحار. إن حطام هذه السفينة هو أحدث حادث اكتشفه علماء الآثار بالقرب من إيطاليا في الذاكرة الحديثة، وقد استخدم العلماء سفينة كاليسبو ساوث الأوكيانوغرافية لفحص الحطام مستخدمين عربتها التي تعمل عن بعد لتصويرها. واكتشاف الحطام وقوارير النبيذ قد يشير أيضا إلى وقت السلام في المنطقة المعروفة لدى الرومان القدماء باسم ماري نوستروم.